شر نفسي عليا بال لما تقفلت البيبان وعرفت ان طوق النجاي كل حوافر معاني بال بقى شو هو الملك الناس حواليه بتنبلك قمة السعادة والسلعة بيت انت بس تمتلك بني شر نفسي عليا بال لما تقفلت البيبان شر نفسي عليا بال لما تقفلت البيبان. طبعا اغلب اللي اتفرج على المقدمه اللي فاتت دي حس بالغيظ والزعل لانه حس باهانه القيمه الفنيه لاغنيه انفصام حاد لما اتغنت بالشكل ده. الغيظ والزعل دول انا بحس بيهم تقريبا كل يوم، مش بس من ناحيه الانتشار الواسع للاغاني الشعبي، لا ده انا كمان بحس بيهم لما بشوف الامسيز او اللي سموا نفسهم امسيز بيهينوا الفن في شخصه بضعف الاغاني اللي بيقدموها او بيهينوا الفن في شخصي بالاغاني اللي بيشتموني فيها، مع ان هدفي من البداية كان ان انا اضيف للمجال ده سواء بالفن اللي بقدمه او بالحاجات اللي بيتعلموها مني سواء وجها لوجه او من خلال سماع الاغاني بتاعتي. رغم ان كل ده مش هيعود عليا باي مكسب شخصي، بس انا هدفي من البداية كان نشر الفكرة اللي بيحاربوها في شخصي. لكل حرف معنى اذا جمعنا لغة الضاد يصعب عليا اشوفكوا كل حروفكم اعتباط. سبت الشعر ليهم جد بفكر شعري ليكوا لاجل ما ضيف العمق يصير بديل لسطحية اغانيكوا. 9 سنين ورقة وقلم زهق ما بزهقش، شفت في وسطكوا جهل ضعف قلمكوا في لغتي خدش. فربكوا ليه ما شافش نور عشان ما يستحقش كفنان عن الفان في غير مايك ما فرقتش. الفكرة مش موهبة، الفكرة ان انتوا كده، الفكرة في انه مش بحر في البحر بدون مركبة. اليه يه والالف الف لو الترتيب بيختلف فالمختلف صاحب طيار لكن الشبيه ينجرف. تقاطع الشعر مع الفلسفة على بتاتكو ده انا بين كورة في تصنيفكو مدة طالت عن السنة. وسبت الومضة في تفسير الكلمات الغامضة، تفسير البار التاني في كورس انا اهانة صامتة. هتفوت سنين ويفسروا لي جمل ما بتتفهمش زي ما بعد سنين فكوا كل لغز سابو دافنشي. عزيزي السطحي سيب فلسفتي روح لسطوره الناعمة، سطوري الجرح اعلى من استيعاب جمهوره الاعمى. هتفوت سنين ويفسروا لي جمل ما بتتفهمش زي ما بعد سنين فكوا كل لغز سابو دافنشي. عزيزي السطحي سيب فلسفتي روح لسطوره الناعمة، سطوري الجرح اعلى من استيعاب جمهوره الاعمى. عتبت ورقتي كرمشتها نسيت فلسفتي، شفت بأم عيني ناس هدفت فين رسالتي. الصوف وسطائي اتلقبت فانطوائي ساعتها اخترت ناقشت الفكرة كفرتوني مع اني لما عطشت شربت الكفر فترة لكن ما استحلتش طعمه. التفسيرات الناقصة سخرها الالحاد لطاعته، عشرت الأم بس يوم ما تفسيراتي اكتملت روحي شدت نفسي نفسي النفس عليهم قلبت. وبعد 7 مقالة جت فكرة الاستقالة فقفلت مدوناتي بعد نتيجة مش بطالة. يدق تاني الشعر بابي قلت انا موجود، لقيت الحانكو بتنده قرب اكتر للجمهور. سبقت الزمن لكن لكل تعب تمن، وكفاية تعس طول حتى وصاحبها في حضن الكفن. فاسألني ليه رفضت اتصنف منكو مش بتعاله، مجموع اوائل الحروب في اللي فات اجابة. هتفوت سنين ويفسروا لي جمل ما بتتفهمش زي ما بعد سنين فكوا كل لغز سابو دافنشي. عزيزي السطحي سيب فلسفتي روح لسطوره الناعمة، سطوري الجرح اعلى من استيعاب جمهوره الاعمى. هتفوت سنين ويفسروا لي جمل ما بتتفهمش زي ما بعد سنين فكوا كل لغز سابو دافنشي. عزيزي السطحي سيب فلسفتي روح لسطوره الناعمة، سطوري الجرح اعلى من استيعاب جمهوره الاعمى.